لكم النهار ان شاء الله غادي ندير عصيده باش نفطروا بها. وكانوا السيدات ديما تيسولوني عليها، ديما تيقولوا لي ورينا كيفاش كتصوبيها. هي سهله، ماشي شي حاجه صعيبه، كاين غير واحد الفرق. كاين الا صوبناها بالسميده بالبلبوله كيخصها شويه الطياب زايد، وإلا كانت بالسميده عاديه يعني السميده ديال الكسكسو كتكون شويه غليظه، هي فاش كنصوبوها ولا رقيقه هذيك دغيا كتوجد، كيخصها ربع ساعه، هذه خصها نص ساعه. دابا انا خدينا هاد السميده هنايا، واخا كنظرها كاينه هذا الشكل هكا ديال الباكيه، ناخذ منها داك القدر اللي غادي ندير ياك، وغادي ندير فيها شويه الزبده وشويه الملحه، يترود الماء. دابا على حساب شحال غنديروا ديال السميده. دابا غادي ندير ربعه ديال السميده، الرابعه غادي ندير فيها يترود الماء، واخا كتكون في الاول جاريه كتخصها باش طيب مزيان. بسم الله. انا حيت كنعرف قياسي في راسي وانتم غادي ديروا القياس اللي بغيتوه، الرابعه ولا نص كيلو على حسب الاشخاص. هذا دابا تقريبا شي 300 غرام ديال السيده ديال البلبوله. هذه كاين دابا اللي كيغسلها وكاين اللي كيديرها غير هكا. كان هاد بانت ليا هذه حيت الباكيات نقيه ما خصهاش كاع تغسل، ها هي مع نقيقيه وكل شيء، ما فيها حتى حاجه اللي ما ديال العبار ولا هذه كيخصها تغسل. بسم الله. دابا غادي ندير يترود الماء حتى يغلى ياك، وعاد نوريك كيفاش ندير لها. ندير فيها الكوكوت ولا طنجره عاديه. بسم الله. نديرو دابا حتى يغلى، عاد نديرو السميده ديالنا. يغلى الماء نرجع لك ان شاء الله. بعد ما غلى الماء دابا غادي نردو السميده ديالنا. حيز وحدك هنايا كندير شويه ديال كما طبيعه الحال، شويه ديال الملح. اللي ما بغاش يدير الزبده راه سيدي شويه زويته بلديه، ولا انا كندير الزبده باش كتجي كتعطي شويه النسمه. صافي تنديروا السميده ديالنا يعني البلبوله ولا السميده اللي كان. بسم الله. هادشي شتي تيكون الماء غالب عليها، ماشي عاوتاني تديريها حد بحالها بحال الماء، كيخص ديما الماء يكون كثير. الا جاك الماء قليل من هادشي اللي درت انا، لان انا على حسب السميده، الا درتي كثر من هذا كتزيدي تديري الماء بزايد على حسب. المهم انا غنخليها دابا طيب مده واحد 20 دقيقه حتى نص ساعه كاع، الا نقص لها العافيه واحد شويه غنقص العافيه، نخليها طيب على المهل. شتي دابا راني زدتها واحد الغرفه ديال الماء، حيت هي خصها السميده ديال الشعير ديما البلبوله ديما كتشرب الماء. ها هي خصها تكون هكا، ما خصهاش تكون كطيب وهي مدقصه، حيت ما غاديش يطيب لينا مزيان وتضرنا. اللهم هكا كيخصها تكون هكا هي كطيب. شتيها بحال هاد القوام هكا خصها حتى تطيب مزيان واحد نص ساعه. المهم راه دازت ربع ساعه ولقيتها قصاحت شويه، وعاود زدتها راه جوج غرف ديال الماء. هي ماشي بحال السميده الاخرى ما كتشربش الماء، هذه ديال البلبوله كتشرب الماء. بسم الله. دابا هي العصيده ديالنا وجدات. شتي هكا كتكون ما تكونش قاصحه عاود بزاف، هي طابت مزيان. شتيها كيفاش كتكون، الا كانت قاصحه ما هكا غير كنصبوها تتبدا تبرد وهي تقصح. غنصب. بسم الله. دابا غادي نشوفوا العصيده ديالنا وجدات. انا اختاريت هاد التبصيل هذا عجبني، استعملت عده الشكلات وعجبني، حيت حنا الشلوح تنديرو داك امل ولا اودي ولا شي حاجه في الوسط، وهنا كيكون عامر بالكوكس ولا العصيده ولا. انا المهم انا استعملته لهاد الغرض هذا، عجبني. بسم الله. يلا هاجي نشوف فيه هذا. صافي هاد باهيه العصيده ديالنا ما جدات غزاله تبارك الله. شتي كي دايره ايوا، ودرت لها داك ودي في الوسط. ودي هو السمن ديال السمن اللي راني صوبته ان شاء الله دابا حتى نحطوه في القناه. مصوب بالزعتر، الزبده مصوبه بالزعتر. بسم الله. وكاين اللي تيدير لها حتى العسل، العسل حره، العسل حنا فاس كيديروا لها العسل، كيديروا لها الزبده، كندير الزيت باش ما بغيتي كندوز تندوزوها. بسم الله. ندوقوا العصيره ديالنا مسكين. دابا اللي ما تيعرفش شنو هادي دايرها عصيده، كندير لها العسل ديالنا. هادي الزبده كتجي هانت شتي، ما كتجيش قاصحه بزاف، كتجي غزاله. بسم الله. هذا حيت كاين اللي ما غايقولكش شنو هذا، هذا راه بركوكس حتى هو تيديروه في الجنوب. هذا العسل كاملو، وهذه الزبده مذوبه، يعني السمن عادي، يعني ماشي حار. ودي حتى هو تنسقيوه. الناس اللي كيجيو عندنا كل واحد كيسقي داكشي اللي يبغى. بسم الله. وصلنا لنهايه الحلقه. ما تنسوش طبقتوا الوصفه، تبعتوا لنا بالصور على المواقع اللي غتلقاو الروابط ديالها في صندوق الوصف، كذلك الاشتراك بالنسبه للزوار الجدد والضغط على الجرس لتوصلنا بكم ما هو جديد على قناه سيدة الدار. والى اللقاء.